أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. النهاردة كنت بمحافظة من محافظات الصعيد، نزل وللأسف أنا متعود أسافر بعربيتي، العربية سخنت مني وكنت في محافظة مش عارف يعني أصحابها يزعلوا مني ولا إيه، لكن اللي حصل كنت في محافظة أسيوط، العربية سخنت وعقبال ما تصلح كنت رايح مشوار مهم، ركبت سرفيز، إحنا بنسميه سرفيز أو ميكروباص، أي وسيلة داخلية. هتقولي ما ركبتش تاكسي ليه؟ ما اللي حصل؟ ناس اتعرفت عليا، سواق الميكروباص نزل يسلم عليا، المهم ركبت معاه. رايح فين؟ قلت له رايح مديريه الامن، فركبني معاه. انا راكب كرسي اخر كرسي. في كلنا يعني كلنا بنحب يعني كلنا حبينا وكلنا مشينا مع بنات يعني اللي هو الجامعه والبتاع، مش 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 اللي هو يعني الحاجه الوحشه يعني. طيب عمرنا في حياتنا ما لمسنا يعني، انا مش في الجامعه كنا لينا زمايلنا ولينا صداقات، بس عمرنا ما كنا بنتجاوز نلمس اليد او نحط ايدنا على الوسط، كان ده ما حصلش. النهارده انا ركبت ورا في اخر كرسي وكان قدامي اتنين بنت يمكن سنها 17 18 سنه وولد في الحدود دي. الواضح ان هم ما يعرفوش بعض، هو الواضح ان هو الصدفه جمعتهم، هو ركبت وهي ركبت والصدفه جمعتهم ان هم قدامي والميكروباص مليان. اللي لفت نظري الكوع، انا طول عمري اعرف الكوع ليه وظيفه معينه، ان الواحد هو بيفرد دراعه بيحرك ايديه ماشي، بيشيل حاجه على ايده، طلع الست وهي ماشيه شايله على ابنها على ايدها، الراجل حاطط السبت في ايده، شايل العيش بايده. لكن اول مره اشوف في الميكروباص الشاب السكه كلها بيعمل بدراعه كده. واللي غزني اكتر ان البنت اللي جنبيه ملهاش اي رد فعل، يعني الولد كل شويه يعمل كده، انت بتعمل كده في ايه؟ في صدر البنت يعني، راكب كل شويه يعمل كده والبنت جنبيه مش عارف هل هي رضت على الوضع ده ولا هي لقت فيه يعني اثاره ليها، انا مش فاهم. الولد يعمل كده والبنت ما فيش، انا قلت ايه هتيجي خطها قلمين يا ايه الادب وكلنا هنجامل بقى، انا من ورا والسواق وكلنا هننزل مجامله في الولد ده. لقيت البنت ساكته والولد شغال كل شويه رايح جاي في صدرها، ايه ده. فالمهم البنت جت على المحطه وجت نازله، فانا بقول له يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ طبعا هو فوجئ ان انا شايفه. ايه يا استاذ فيه؟ يا ابني دي اعتبرها اختك ولا مش اختك؟ تقول لي انا ما اعرفهاش. قال لا 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 سيادتك فاهم غلط. ايه اللي بيحصل؟ يعني انا بقالي فتره طويله صح ما ركبتش مواصلات داخليه، بس ما توصلش كده. وانت يا بنتي فين حمره الخجل؟ يعني يا ست قولوا عايز انزل، يعني لو شايفه واد بيعمل كده وانت مكسوفه ومؤدبه، وما المشكله عندنا البنت المؤدبه هي اللي بيضحك عليها، البنت اللي لا مؤاخذه عارفه اقولها واخرها، عارفه تلعب لغايه فين وتقف. لكن البنت المؤدبه الكيوت اللي ما تعرفش حاجه للاسف لما بتحب ولا لو بتلعب موقف بتسيب نفسها بتغرق. لكن البنت اللعبيه عارفه اقولها واخرها. فانت حتى لو مؤدبه ومكسوفه ومحرجه قولي للسواق بعد اذنك عايز انزل هنا. مش ممكن. وفي نفس الوقت مش هقدر اقول لابوها وامها ركبها تاكسي، مش هقدر. لسه يمكن على الجروب بتاعي امبارح منزل انا بنت طلبت عن طريق، تعرف دلوقتي ممكن عن طريق اوبرا والحاجات دي ممكن تتصل تعرف تجيب سواق ملاكي عربيه غير عندك توصلك. اتصلت هي عطوا رقم السواق ورقم العربيه وجت لها العربيه. البنت طبعا زينا ولابسه شغاله في مكان يعني فايف ستار شويه. الولد عجبته البنت، خدها كان حاول يغتصبها. صحيح يعني برضو التاكسي مش هو الوسيله ان انا امل بناتنا عليها، لكن على الاقل احسن من ابو دراع ده. ايه هو ده؟ هو في لغايه دلوقتي في ناس كده؟ صحيح سن المراهقه سن صعب ولازم ناخد بالنا من بناتنا واولادنا فيه، لانه فعلا سن الولد بيبقى عامل والبنت بتبقى عامله زي عود الكبريت، فعلا سن خطير جدا. بس فين حمره الخجل للولد وفين حمره الخجل للبنت؟ لا البنت كان ليها رد فعل ولا الولد كان محرج من اللي وراه ممكن يكون شايف ولا من اللي قدامه اللي ممكن يبص.
ايه الجرأة دي؟ فالمهم وصلت لمحطتي، فالسواق قال لي لازم انا وسحنا فيه ونبقى اتصور، يعني اتصور معاك والكلام ده. ماشي اخويا وحبيبي وكتر خيرك وبتاع. فبقول له على اللي حصل. قال لي وسحنا بطلنا. قلت له بطلنا يعني ايه؟ قال بطلنا نتكلم. قلت له يعني؟ قال لي والله العظيم قبل كده نزلت واتخانقت مع الواد وضربنا بعض وجات الشرطه، جات البيت قالت ما حصلش وانا شايفهم في المرايه. قلت له بتتكلم جد؟ قال لي والله العظيم. وبعد كده ابويا يقول لي يعني انت عايزها يا اسطى تروح تقول ان الواد كان ماسكها من سترها؟ قال يعني تخليني اتصل بالنجده ويعملوا لي بلاغ غير كده، يبقى بلاغ ازعاج سلطات، والظابط يقول لي كلمتين، وكل امين شرطه يقول لي واحنا فاضيين لك، واتعامل معامله سيئه، وفي الاخر بنتك تقول ما حصلش علشان ما يتقالش عليها ان الولد مسكها من صدرها. قال بطلت يا سبحان الله، اللي عايز يمسك يمسك، واللي عايز يبوس يبوس، واللي عايز يعمل عايز يعمله. انا بطلت بعد الحركه دي، انا اتبهدلت يا سبحان الله. يعني شفت ودفعت ووقفت وضربت الواد واتصلت بالنجده وجيت البيت قالت ما حصلش حاجه. قال ليه؟ عشان خايفه يتعمل محضر ويتقال ان الولد مسكها من صدرها. معلش انا بتكلم بصراحه شويه علشان انا شايف ان الموضوع لازم يعني نطرحه كده على باب المناقشه ونتكلم فيه بصراحه. بناتنا دلوقتي، بناتنا معرضين جدا للنهش. اولا كل شاب ماشي دلوقتي ماسك موبايل، وبعدين احنا الشباب العربيه لما تدخل كده اكتر شعوب في العالم كله بتدخل على موقع الجنس الشباب العربيه، اكتر دول العالم العرب معروف هذا، احصائيات يعني، اكتر ناس الجنس رقم واحد في حياته، يعني جوع وشغله زي ما انت عايز وخليه يعمل اي حاجه، لكن في الليل ولو يريد في النهار تبقى حياته كلها جنس بجنس، يحب الجنس قوي. ماشي يا سيدي، الجنس يا ربنا يديك الصحه، جميل، بس مش رقم واحد في حياتك، ده ربنا خلاه عشان الذريه وعشان عمار الدنيا، مش عشان ليل ونهار في حاله اثاره. بناتنا على طول في حاله اثاره بسبب الموبايل، واولادنا في حاله اثاره بسبب الموبايل، اصبح البنزين جنب الكبريت. الدنيا هتولع يا جدعان، الدنيا هتولع، وهي الجو حر اصلا، الواحد مش شايل هدوم، فحرام اللي بيحصل. فبناتنا واولادنا في حاله اثاره كامله. فلما يركب الشاب العربيه ويقول يا بنتي جنبيه ويجي عامل لها كده ويلاقيها سكتت، هيشجع، هيبتدي يشتغل بيده دي ويشتغل بيده دي، يعني بكره وبعده انا براكبين الميكروباص نلاقي الشاب عامل كده. طب ده اسمه كلام يا جماعه؟ ما ينفعش. لازم نخاف على بناتنا، ولازم نعرف انك كما تدين تدان، وربنا على فكره هيمهلك مره واثنين وفي الثالثه مش هيسيبك. ربنا كده، ربنا من عظمته ان ما بيعاقبناش من اول مره، يقول لك طيب يمكن يتوب، طيب يمكن يستغفر، طب نديله فرصه ثالثه، لكن هيزودها اكتر من كده، هيديك فوق دماغ ابوك، لانه يمهل ولا يهمل. اعراض الناس مش لعبه. وانت يا بنتي عجبني قوي صور او فيديوهات كانت نازله برضه على شبكات التواصل الاجتماعي، الاب هو شايل بنته في المطره ومش عايزها تطوس في الطين فشايلها، فقال لك يا بنتي مكتوب كده يا بنتي زي ما حافظ عليكي وما خليش رجلك في الطين وانت صغيره، حافظ عليه وما تخليش راسه في الطين لما تكبري. شفت الجمله؟ حافظي على ابوكي زي ما حافظ عليك وانت صغيره وشالك وما خليكيش جثه في الطين في المطره، لما تكبري حافظي على ابوك ما تخليش راسه في الطين. صحيح الجنس شهوه غير عاديه، وصحيح البنت في السن ال 17 18 بتبقى قنبله موقوته، والولد نفس النظام، بس راعي ان والدك هو المتضرر ووالدتك واخواتك، حطيهم قدامك، لازم تخلي راس والدك مرفوعه على طول. وانت يا ابني يا شاب يلا على طول بتوقع بنات، اعرف انت ليك اخت. وبعدين الشيء غريب جدا، يبقى قاعد يشقط في بنات الناس ويوم ما يتجوز يقول لك عايز بنت بنت عندها اخلاق، بأمرت ايه؟ لما انت صايع 24 ساعه هتلقى بنت عندها اخلاق منين؟ ما انت هتقع في واحده من زي اللي انت ماشي فيهم، ماشي معاها. كون واثق من كده. وبعدين للاسف في بعض البنات اللي يقول لك دي رجعيه وده تخلف، والولد زي ما ليه تجارب لازم يبقى البنت لها تجارب، وزي ما الولد عايز البنت عايز الولد المقطع السمكه وديلها،
يعني ايه؟ يعني انت عايز واحده نامت مع رجاله كتير عشان تعرف تمتعك؟ ايه الكلام الفاضي؟ وانت تبقى ست ما تاخديه خام وتدردحوا بعض مع بعض. خدي خام وانت خام ودردحوا بعض مع بعضيكم. لكن حته ان هي مقطع السمكه ودي، لو هو مقطع السمكه ودي، ايه ريحه الزفاره دي؟ ابداوا صح وربنا هيكرمكم. والله مفيش احسن من الشغل على نظافه. تبقى هي اول واحده في حياتك وانت تكون اول واحد في حياتها. الله، ربنا هيبارك لكم ان شاء الله. الشواهد دي انا بنصح كل بنت، لان السواق ده فعلا هو اسمه عم زكي. عم زكي حرم ان هو يبلغ وعامل نفسه ان هو بيطنش عشان لما البنت اتصل بالشرطه قالت ما حصلش عشان خاف على سمعتها. انا بقول لكل بنت لا، لو حد اتحرش بيكي اخلعي الجزمه واديله واعمل له محضر. ما حدش هيقول ان هو يا بنتي مش هنتجوز دي، ده ما عملت محضر لواحد ان هو اتحرش بيها. بالعكس، دي شهاده ليكي مش شهاده عليك. اي بنت معرضه ان حد يخليها ماشيه في واحد سافر، اي سافر ما ترباش وخليها ماشيه وراح ضربها على مؤخرتها او مسكها من صدرها، ايه ذنبها هي؟ ايه ذنبها؟ يعني ممكن تبقى واحده بنقاض، بنقاض ويتعامل معاها كده، وممكن تبقى واحده متبركه ويتعامل معاها كده، ما دام في شباب ما عندهمش لا دين ولا دين. مش عيب عليك يا بنتي، ومحدش يقدر يلومك، بس لازم تبلغي عشان يتمسك، وزعاي ولم الناس عشان يتمسك، عشان غيره يخاف. ما احنا مشكلتنا ان في بنات بتغتصب، والاب والام يقول لك لا لا خلاص خلاص هنفضح نفسنا، لا لا داري على مصيبتنا، نشوف دكتور يعمل لها عمليه، نشوف ابن اخوها يجي ابن عمها يتجوزها ويسطر عليها، وكانها هي اللي غلطانه وهي ما لهاش ذنب. ده ممكن يبقى راجل يتمسك ويغتصب، ويبقى راجل وثلاث شباب يمسكوه يغتصبوه، فبالك ببنت ضعيفه يقول لك لا داري على فضحتنا. هي ذنبها ايه؟ هي فضحتها ايه؟ هي ذنبها ايه؟ ده هي غصب عنها، واحد ما عندوش جين هدتها واغتصبها. نعتب عليها ليه؟ ونلو هي عملت حاجه عشان غير فضحتها، وبتحسب على كده حمل، ويجي بقى كده موت الحمل، يبقى يعني بيطلع الصف الله العظيم، بيقتلوا طفل ملوش ذنب في الدنيا، يقول عليه ابن حرام هو ملوش ذنب. طيب يا جماعه ده يرضي ربنا؟ ده يرضي حد؟ يقول لك البنت. فيا جماعه اوعي تلوم بنتك ان حد اتحرش بيها، اوعي، دي نصيحتي ليكم.